الاستغفار. الاستغفار، التوبة مو قضية اعتبارية، مو لفظ واحد يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وإنما هو حركة عكسية. الإنسان عندما اكتشف هذه الذات، عندما عرف انحطاط هذه الذات، يبدأ حركة صعودية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التوبة. مو استغفار يعني لفظ، الاستغفار حركة نفسية إلى الله وحركة خارجية إلى الله، يعني انقلاب في هذه الذات. إذا ما حدث انقلاب في هذه الذات، هذه التوبة مو توبة حقيقية.